بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبنا الغاليين، طلبه وطالبات اولى ثانوي، اهلا بيكم. النهارده حصه مميزه، حاول تركز معايا في الاول لك دلوقتي حالا. النهارده يا شباب احنا بنكمل سلسله حل كتاب المعاصر الفيرست تيرم اولى ثانوي انجليزي من الجلده للجلد. حصه النهارده بقى بنقفل فيها الفيديو قبل الاخير في يونت 1. الفيديو ده عباره عن ايه يا مستر محمد؟ عباره عن 3 بارتس، 3 اجزاء. الثلاث اجزاء ديت، اول جزء يا شباب عباره عن اللانجويج هينتس او اللانجويج نوتس، اللي هي المفردات اللغويه، الكلمات والمفردات اللغويه واستخداماتها المختلفه، دي بتيجي ازاي وتيجي بتيجي مع حرف جر عامل ازاي، ودي بيجي بعدها ان جي ولا مصدر. وده جزء مهم جدا لا يخلو منه اي امتحان. الجزء الثاني هنحل مع بعض حاجه اسمها اللانجويج سكيلز. يعني ايه اللانجويج سكيلز؟ اللي هي المهارات. الجزء ده اللي هو بيبقى مالي ورقه الامتحان، اللي هي الباسج او الريدنج كومبريهنشن، قطعه الفهم، والترانسليشن سواء فروم انجلش انتو ارابيك او ارابيك انتو انجلش. وكمان مركزين ان احنا جايبين اسئله من امتحانات سابقه، يعني القطع والترانسليشن دي منقيين الاسئله من امتحانات سابقه عشان نمشي ورا الراجل اللي بيحط الامتحانات ونشوف دماغه ايه. وده سر بفضل الله سبحانه وتعالى علينا تفوق طلبتنا، وان هم دايما بيقفلوا امتحانات الانجليزي. هو ده السر يا شباب، ان انا بشوف اللي بيحط الامتحان بيحط الامتحان ازاي ومنين وبتتبعه، وان شاء الله ربنا بيكرمنا كرم كبير جدا. يبقى انت كده غطيت الجزء الثاني اللي هو السكيلز بجميع اسئله الامتحانات المختلفه والمتنوعه. الجزء الثالث بقى جزء اللي هو بيزعل الناس في امتحانات اخر السنه دايما، الجزء الادفانسد اللي هو السؤال بتاع الفائقين، اللي انتم مفكرين هو بتاع المتفوقين بس لا، هو السؤال اللي هو الادفانسد exercises، أسئلة متفوقين، يعني أسئلة مستويات عليا، يعني بيبقى كلمة في منهجك بس بيجيبها لك بطريقة تانية، قاعدة في منهجك بس بيجيبها لك لفة شوية. فحضرتك لو اتدربت عليها خلاص بقت عادي، بقت الموضوع بسيط. فسواء إن أنت طالب عادي أو طالب متفوق ما تصنفش نفسك، لا، السؤال اللي متصنف إن هو سؤال فائق أو سؤال مستويات عليا، كل المطلوب منك مهما كان مستواك أنت تتدرب عليه وتفهمه وتفهم فكرته عن طريق شرحنا، وخلصت معاك الحكايه او القصه. ودي طبعا بتزعل ناس كتير جدا، ان انا ببقى مذاكر بس بحل في الامتحان غلط. طب ليه؟ عشان انت ما انتش متدرب على جميع الزوايا، انت متدرب على الطريقه المباشره او الطريقه العاديه او التقليديه، ما هرستش نفسك وفرمت نفسك حل واسهل. فان شاء الله يا شباب فيديو قوي جدا، بيحط ايدك دايما على النقاط الاساسيه في ورقه الامتحان. ده الاجمل والاجمل والاحلى من ده كله يا شباب، ان انا النهارده هدربك ازاي تكتب ايساي، تمام؟ وهناخد ان شاء الله النهارده تو بارتس، جزئين اثنين او اثنين ايساي على الاقل، وهنحلهم مع بعض ونقراهم مع بعض. يعني حاجه عظيمه جدا يا شباب. يبقى ده معناه ان مفيش سؤال في ورقه الامتحان حضرتك مش هتكون عايشه، مش بنتكلم عنه، لا، احنا بندربك عليه من الاي تو زي. نستعين بالله سبحانه وتعالى، مش عايزين المجهود الجبار ده يعني حد يتحرم منه، عايزين كل طالب في كل بيت في الجمهوريه من اسكندريه لاسوان فيديوهات مستر محمد الجلاد توصل له، وخاصه ان هي فيديوهات مجانيه لوجه الله، ثم عشان خاطر عيون حضرتك او حضرتك. فما تبخلوش علينا باللايك، عشان انتوا شايفين الفيديو الواحد بنحل فيه كميه اسئله رهيبه، ومش بنحاول نكروت، بنحاول نتقي الله على قد ما نقدر، ولكن اللايك بتاعك بيفرق، والكومنتس بتخلينا نعرف ايه اللي ناقصك عشان نعمله لك، والشير بيساعد حد من اصحابك او حد من المجتمع بتاعك، وكلنا بنبقى في مكان كويس. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. هنبدأ بقى شباب اهوت بالجراماتيكال هينتس، يعني الافكار والملاحظات بتاعت الجرامر والسكيلز الجزء الثاني، والادفانسد اللي هو الجزء بتاع التوبرز او المتفوقين. فالمفروض ان حضرتك هتقرا الكلام ده، وانا ان شاء الله هشرحه من خلال التطبيق والحل على الاسئله، هشرحه لك لايف يعني، وانا بحل هشرح السؤال بالفكره بتاعته. طبعا زي ما انتم شايفين انا بشتغل مع اسئله امتحانات السابقه يا شباب، تمام؟ اسئله امتحانات سابقه، يعني انا دايما بقول لكم انا بحب امشي ورا دماغ اللي بيحط الامتحان عشان اشوف هو دماغه اولها ايه واخرها ايه. وصلت؟ فاول سؤال بيقول ان اسماء از هارد وركينج اند سو. شباب بص، احنا بنقول هنا اسماء تكون مجتهده، حلو؟
إز خلي بالك منها. حتة وأنا كمان بتتقال بطريقتين ملهمش تالت. في آخر الجملة المثبتة يا شباب حتة وأنا كمان بتبقى أند سو. طب لو الجملة هنا إثبات أفيرماتيف، طب لو نيجاتيف نفي، وأنا كمان بتتقال أند نيذر. بص بقى بلس هيلبين فيرب بلس سبجكت، نفس الكلام هنا هيلبين فيرب بلس سبجكت. طب هنا بقى هننفي الفعل المساعد نقول isn't. لا لا لا، سواء جملة مثبتة واستخدمت معاها so الفعل المساعد بيكون مثبت. طب لو جملة منفية هنقول and neither والفعل المساعد برضك مثبت لأن النفي بيتم عن طريق neither. حلو الكلام؟ طب هنا أنا رحت للسؤال بتاعي ولقيت إن الجملة مثبتة هو مستخدم so، يبقى أنا عايز هنا فعل إيه؟ مساعد زائد فاعل. هو ما عنديش مشكلة طبعا غير في اي ديت، المفروض فعل مساعد الأول. هنا برضك غلط. طب الفعل المساعد ده دو ولا ام؟ بسيطة جدا، حضرتك هنا بتستخدم الفعل المساعد من جنس الجملة، يعني هنا في از يا شباب، حلو؟ الاز تعتبر بالنسبة لي ام واز وار، يبقى أنا برضك هستخدم هناك ام أو از أو ار. طبعا الفاعل اي هناخد له ام، يبقى أنا جبت الام من جنس الاز. لو كان مثلا plays يعني أو does أو studies كنت خدت دو أو does، على حسب بقى الفاعل اي بتاخد دو، ولكن في از في الجملة كفعل أساسي فأنا هاخد منها الفعل المساعد اللي هو زيها بالظبط يكون، يبقى هستخدم يكون ام واز وار مع الاي هتبقى ام اي، يبقى الإجابة هتبقى رقم دي. طيب معروف يا جماعة إن كلمة في نمبر 2 بيزي مشغول لها قاعدتين. لو أنا استخدمت بعدها حرف جر بقول مثلا إيه، أنا مشغول في حاجة، فبقول أي ام بيزي ويز كذا، أنا مشغول في حاجة أي ام بيزي ويز كذا. أم مثلا I'm busy with my homework، أنا مشغول في واجبي، يبقى busy حرف الجر بتاعها مين؟ with. طب لو الفعل جه على طول بعدها بنستخدمه ing، يبقى doing. I know the names of all people in our street، أنا عارف أسماء كل الناس في الشارع من ضمنهم الأطفال الصغيرين، يبقى including أو مشتملين على. when زيها زي أي رابط بدون subject بعدها بنستخدم ing. children like Tom and Jerry cartoons because they are that funny. هنا بقى هنفهم funny دي مضحكة، دي تعتبر adjective يعني صفة. عشان نستخدم such محتاجة بعدها اسم يا شباب أو اسم موصوف، وكلمة so much much محتاجة بعدها اسم لا يعد، يبقى أنا ما عنديش ولا اسم ولا اسم لا يعد. so اللي بيجي بعدها صفة بمعنى جدا، يبقى so funny مضحك جدا. she saw her father، احنا قلنا افعال اللي هي سي واتش وهير ونوتس، يبقى سي واتش هير نوتس الاربع افعال دولت بعد المفعول بنستخدم المصدر لو الشخص شاف او سمع الحدث كامل. طيب بنستخدم الاي ان جي لو الشخص شاف او سمع جزء من الحدث. طيب عامه يبقى عايزين بعد سو حاجتين، يا اما اي ان جي يا اما مصدر. طب انا هنا ما عنديش مصدر، ولا ده مصدر ولا ده مصدر، هنستخدم الـ ING ونمشي. جملة رقم 7 It's nice you to help her. It's nice. هنا بنقول لطيف منك إن أنت تساعدها. حلوة منك إن أنت تساعدها. كم لطيف إن أنت تساعدها. يبقى أنا هنا بقدر الـ action أو الـ behavior بتاعك أنت. فأنا هقول It's nice of you. لطيف منك إن أنت تساعدها. تمام؟ يبقى أنا بتكلم عن مين؟ بتكلم إن أنت اللي شخص كويس أو شخص لطيف أو سلوكك وتصرفك رائع. طب هل ممكن ان انا اقول it's nice for you؟ اه، ان الحاجة ديت مفيدة ليك. it's nice for you to eat healthy food، لطيف من اجلك. يبقى كلمة for هنا معناها ايه؟ عشانك، من اجلك. it's nice of you، لطيف منك، منك انت. وصلت؟ يبقى هي منك ولا من اجلك؟ لا، لطيف منك ان انت تساعدها. يبقى ان انا بوصف سلوكك وتصرفك فأنا أتكلم على الشخص فنقول of you. طب لو هنقول الحاجة ديت مفيدة من أجلك أو عشانك، يبقى it's nice for you، بس هكمل أقول لطيف عشانك إن أنت get up early، تصحى بدري. فنقول طبعا it's nice of you، لطيف منك أو حلوة منك إن أنت تساعدها. I have to wear the uniform، I won't take part in the game. طبعا أنا لازم ألبس
اليونيفورم تمام، والا مش هشارك في الجيم، يبقى otherwise والا. He writes so هنا فعل هو يا جماعه that I can't read anything، انا مش عارف اقرا حاجه. يبقى ده معناه ايه؟ ان انا بكتب بسوء. يبقى هنا فيرب فعايز ظرف، الظرف لو مين بادلي، طبعا بادلي مش ويل، ما هي ظرف برضك، بس احنا هنا مش عارفين نقرا حاجه، يبقى حاجه بيكتب بشكل سيء. They are busy، احنا قلنا busy اي ان جي، ولو حرف جر يبقى with والاسم، يبقى نقول they are busy with the preparations of the wedding. يبقى busy بتاخد حرف جر with وبعدها اسم. Can you suggest، ركز معايا، احنا قلنا someone و something و body تمام، ويبقى one و thing و body، دايما الاسماء ديت اللي اخرها one او body او thing الصفة بتيجي بعدها مش قبلها. فين بقى الصفة بتيجي بعدها بس من غير ايه بقى؟ يبقى الكلام ده غلط. اللي بتيجي مع اسم مفرد دي صفة. يبقى نقول can you suggest something، ممكن تقترح شيء مفيد او مهم، لان احنا قلنا ان الصفة بتيجي بعد something بس من غير ايه ولا الكلام ده. الصفة ما تجيش قبل something، تيجي بعدها. Mom was tired، احنا عندنا طبعا دي صفة ودي ذات، فاحنا لما نروح للسبورة بتاعتنا عندنا so صفة ذات، فلو في صفة وذات بنختار so جدا لدرجة such، بنختارها لو هنا اسم موصوف. يعني هنا مثلا good so good، هنا good girl او good boy، هنا صفة بس هنا اسم موصوف وبرضك ذات، والاتنين بمعنى جدا لدرجة. فحضرتك طبعا عندك هنا مين so صفة ذات، يبقى such عايزة tired mother او tired person، يعني عايز اسم موصوف. وطبعا very ما بتجيش مع ذات، احنا عندنا so صفة ذات، و to بتيجي مع to في المعاني السلبية خلاص، و very ما بتجيش مع ذات يا جماعة، يبقى نختار so. Mr. Magdy helped us، help وبعدها مفعول وبعد المفعول حاجتين، ممكن تستخدم مصدر فقط اللي هو الانفينيتيف او to المصدر، فلذلك هنا do صح و to do لو موجودة كانت هتبقى صح، يبقى نختار do the experiment. It's useful، ركز بقى معايا هنا، إن انت اللي مفيد ولا مفيد عشانك؟ يبقى مفيد عشانك ان انت تبقى عندك plan، يبقى ده من اجلك، مفيد من اجلك for you، من اجلك او عشانك مش منك. يبقى مفيد عشانك ان انت يكون عندك خطة شغل، يبقى for you. He has a villa، هو عنده فيلا، والفيلا ديت تمتلك او فيها حمام سباحة، يبقى نختار with. ليه مستر؟ قال لك في حرفين جر مستر، حرف الجر الاولاني in وحرف الجر التاني with. إن بيجي معاها المعنى ده who is wearing، أما هو مثلا إيه the girl in blue dress، يعني إيه in blue dress؟ البنت التي ترتدي فستان أزرق. طب with بمعنى who has، يعني الذي يملك أو اللي عنده. فلما نرجع للجملة ونقول هو عنده فيلا، الفيلا دي تمتلك أو اللي فيها أو اللي عندها او اللي بيها حمام سباحة، يبقى نقول with a swimming pool، يبقى with هنا معناها which has، التي تمتلك. I heard a bird beautifully before it flew away، ركز بقى معي hear بيسمع، احنا قلنا hear و see و watch و notice بيجي بعدهم مصدر لو انت شفت او سمعت الحدث كله، او ing لو سمعت جزء من الحدث. اولا ان عندي هنا مفيش مصدر اصلا، وده مش مصدر، فدي اتشالت فدي بتتشرخ، فهنختار singing. يبقى انا سمعت طائر يغني بشكل لطيف جدا قبل ما يطير ويبعد. The horse by the gate is mine، الحصان اللي واقف جنب البوابة يكون ملكي. يبقى انت عندك هنا فعل اهو اللي هو يقف، وفعل تاني اللي هو is، يبقى انت عندك فعلين، يبقى ديت اصلا جملة مش جملة واحدة، لان في فعلين اتنين يا جماعه، يبقى دي جملتين بس اتربطوا مع بعض، فالمفروض ان انا اوصلهم واقول الحصان which is standing الذي يقف،
طيب انا ممكن استخدم بدل الرابط اي ان جي فقط لو الجمله معلومه. يعني ايه معلومه؟ يعني الحصان هو اللي بيعمل حاجه، هو الفاعل، فعلا الحصان هو اللي واقف بنفسه، يبقى نستخدم ستاندنج. يبقى ستاندنج ديت تعتبر بدل الرابط اللي بيربط الجملتين ببعض. فين الجملتين؟ الفعلين. فبدل ما اقول which is standing ودي صح، انا ما عنديش which، فهنختار standing بس. تعتبر بتستخدم الفعل ing كرابط بيربط بين جملتين في المبني للمعلوم، بمعنى الذي يقف مش يقف بس. يبقى الحصان الذي يقف بجوار الجيت يكون ملك. شذا helped all of us ready for the competition. ركز بقى معايا، help قلنا بيجي بعدها يا مصدر يا تو المصدر، فهنختار هنا to get. to get ready. be careful you might fall، احترس والا هتقع. يبقى or اللي هي بتساوي otherwise، اللي معناها يا شباب والا، يبقى نختار or. I know the girl، ركز بقى معايا لسه قايلها لكم، black skirt جيبة سودة، فديت ملابس، فهنختار ان، لان انا لسه من شويه قايل لك ان ان معناها who is wearing، التي ترتدي. يبقى دايما ان بيجي بعدها لبس، بمعنى who is wearing. يبقى the girl in the black skirt معناها the girl who is wearing the black skirt. يبقى كلمة ان دي تستخدم بدل او في حالات الحذف بتاعة الجملة الموصولة لما اقول who is wearing، التي ترتدي. يبقى ان دي بتساوي مين يا شباب؟ who is wearing طالما بعدها لبس. طب لو كانت ديت مثلا black eyes، ده مش لبس، دي حاجة تملكها، فما ينفعش اقول البنت اللي لابسة عينين سودة، لا عايز اقول البنت اللي عندها. يبقى ساعتها كنت اختار مين مع العين؟ with. يبقى قلت لك ان معناها who is wearing، طب with معناها who has، اللي عندها. يبقى طبعا هنا ان يا شباب. الجزء الثاني في المحاضرة اللي هو بقى بتاع السكيلز، القطع والترانسليشن والجو ده والاساي والرايتنج، يعني تقريبا اكتر من نص درجة الامتحان يا شباب، فجزء مهم جدا نركز مع مستر محمد فيه بقى. يلا بينا يا شباب. وزي ما قلت لكم احنا بننقل لك حاجات جت فين؟ في محافظات سابقة، يعني ده جاء في اسكندرية وفي شرق اسكندرية 2024. هنا بيتكلم عن recycling، إعادة التدوير. The process of converting waste materials into reusable materials to reduce the consumption of new raw materials and minimize the amount of waste sent to landfills. يعني إعادة التصنيع هي عملية تحويل المواد الخام اللي هي أصبحت نفايات، زي الأزاز اللي بتترمى والزجاج والخشب اللي بيترمى والورق. لا، بنجيب الويست ده، المواد الخام اللي هي بتترمى، ونحولها لمواد ينفع ان احنا نستخدمها تاني، فنقلل استهلاك المواد الخام الجديدة، وفي نفس الوقت مينيمايز، نقلل من كمية النفايات والمخلفات اللي بنرميها في مقالب الزبالة لللاندفيلز. It plays a vital role in preserving our environment and promoting sustainability. It عايدة على الريسايكلينج. يبقى ده سؤال كده جاوبناه، اللي هو إعادة التدوير بيلعب vital role، دور مهم in preserving، في الحفاظ على our environment and promoting sustainability، وطبعا بيشجع او بيعزز من الاستدامة. Recycling offers numerous benefits، بيقدم لنا العديد من الفوائد، both for individuals and for the planet، الافراد بتستفيد والكوكب كله بيستفيد. Firstly, recycling helps conserve valuable resources، اول حاجة بيساعد في الحفاظ على الموارد القيمة. By reusing materials like paper, plastics, glass and metals, we can decrease the demand for virgin materials. لما بنستخدم الحاجات ديت فبنقلل الطلب على المواد الخام الطبيعية اللي لسه مستخرجة من الطبيعة. فطبعا المواد الخام ديت ما بنستخدمهاش بقى، لان بنقلل استخدامها، لان انا بصنع بالمواد الخام اللي هي قبل اللي انا كنت المفروض ارميها فبصنعها، فبقلل بقى الطلب والضغط على المواد الخام والخشب والحاجات اللي هي الطبيعية نفسها اللي باخد منها مواد خام. This leads to the conservation of energy and the reduction of water consumption. فطبعا ده بيؤدي الى الحفاظ على الطاقة وتقليل reduction، تقليل استهلاك المية، air pollution، تقليل تلوث الهواء، and the greenhouse gas emissions
وبيقلل من الانبعاثات بتاعت غازات الاحتباس الحراري. Secondly, ثانيا, recycling reduces landfill waste. بردك احنا قلنا اول حاجة في firstly اللي هو الconservation, الحفاظ على الresources, الموارد. Secondly, recycling reduces landfill waste. طبعا عادة التدوير بتقلل من النفايات او المخلفات اللي بتترمى في مقالب الزبالة. Landfills are rapidly filling up. المقالب بتاعت الزبالة بسرعة بتتملى. And the open dumping of waste poses environmental risks. وطبعا ال open dumping of waste اللي هو التخلص من النفايات في العراء poses environmental risks, بيفرض مخاطر بيئية. By diverting recyclable item from the normal waste stream, عن طريق كلمة diverting بمعنى لو أو بواسطة تحويل العناصر اللي يمكن إعادة تدويرها, تمام, إن إحنا نبعدها عن النورمال ويست ستريم, عن المجرى الطبيعي بتاع المخلفات, نبعدها يعني عن المجرى الطبيعي بتاع المخلفات اللي هي بتتحمل وبعدين تترمى, لا نبعد ده وناخد الحاجات اللي هي ريسايكلبل ايتم, العناصر التي يمكن إعادة تدويرها, نبعدها عن المخلفات. We can significantly reduce the amount of waste that ends up in landfills. فطبعا بشكل ملحوظ هنقلل كمية المخلفات اللي بتروح لمقالب الزبالة, وهنمنع preventing soil and water contamination. Contamination من ضمن الكلمات المهمة جدا, السينونيمز بتاعت كلمة pollution اللي هو التلوث. يبقى كلمة contamination معناها يا أولاد بالعربي تلوث. فطبعا لما ناخد الحاجات اللي هي recyclable قابلة لإعادة التدوير من الويست, هتقلل كمية المخلفات اللي بتروح لمقالب الزبالة, وهتقلل معاها كمية السويل والواتر contamination, تلوث التربة وتلوث الماء. And minimizing the release of harmful gases, وهنقلل برضك من إطلاق الغازات الضارة. Moreover, recycling can service energy. غير كده أو بالإضافة إلى ذلك, إعادة التدوير بيحافظ على الطاقة. Producing goods from recycled materials requires less energy compared to manufacturing from scratch. ليه بقى؟ بتوفر طاقة إزاي عن طريق إعادة التدوير؟ لأن إنتاج بضائع من حاجات معاد تدويرها أو مواد خام معاد تدويرها, يعني هي معظمها جاهز أساساً, تمام, بيتطلب طاقة أقل من إن أنت تصنع حاجة من الصفر. For instance, على سبيل المثال, recycling aluminum cans, يعني إعادة تدوير الكنزات الألمونية, uses 95% less energy than producing new ones. بياخد يعني طاقة 95% أقل من إن أنت تنتجها من أول وجديد. تخيل. By harnessing, كلمة harness يعني تسخير أو استخدام. This energy savings, لو انت سخرت او استخدمت الطاقة اللي انت وفرتها ديت, we can reduce our reliance, فبنقلل من اعتمادنا على الفاصل فيول, الوقود الحفري, and mitigate, يعني mitigate, نخفف, نقلل يعني من النيجاتيف امباكتس, من التأثيرات السلبية of resource extraction اللي هو نقص الموارد. Furthermore, recycling helps create job opportunities. برضك إعادة التدوير بتخلق فرص عمل. And stimulates local economies, وبتحفز أو بتشجع الاقتصاد المحلي. بص شباب, أنت بسم الله ما شاء الله, خلينا نضرب عصفورين بحجر. أنت راجل دلوقتي اتكلمت عن حاجة اسمها recycling, إعادة التدوير. فأنت ما تيجي تكتب إيساي عنها, هتكتب المقدمة بتاعتك الانترو ان انت هتعمل تعريف للريسايكلين, تمام, ان انت الحاجات البلاستيك والخشب والوود والبيبر والجلاس, using reuse these things again instead of throwing them away, بدل ما تخلص منهم. طيب بعدين اقول ان ده ليه فوائد كتيرة جدا. واحد, saving energy, توفير الطاقة. اتنين, الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث, تمام. تلاتة, الحفاظ على الموارد. يعني انت عندك ثلاث حاجات اهو, وبعدين تستخدم نفس الخاتمة ديت يا شباب, ان انت حضرتك
recycling helps create job opportunities. اه دي ميزة رابعة اللي هو بيخلق فرص عمل. job opportunities فرص عمل للشباب. تمام. ف استفدنا من القطعة، استفدنا من الكلمات، ونقدر نستخدم نفس المعلومات اللي انت تكتب بيها إيه. فارجع تاني وفرغ الكلمات اللي في القطعة واقراها كويس، واستخدم اقل واخف الكلمات ان انت تعرف تكتب إيه عن الريسايكلينج. مهم جدا. اول سؤال معنا هو يا شباب، recycling is used to dust raw materials to be used again. ركز بقى معي، ان انا استخدمها تاني يبقى الريسايكلينج هو عبارة عن ان انت convert، بتحول المواد الخام ان انت يعاد استخدامها مرة تانية. ما انت كده كده اللي انت بترميه ده مواد خام زي البيبر والجلاس والوود، فانت بان انت تستخدمه تاني فبتحول المواد الخام ديت بدل ما هي ويست الى ان هي تستخدم مرة اخرى، يبقى convert تحول. We need to reduce the amount of waste. احنا عايزين نقلل من كمية المخلفات او النفايات اللي بنبعتها لللاندفيل، لمقلب الزبالة. Question number 3. We dot the demand for virgin materials from nature if we don't recycle waste materials. طبعا ال virgin materials اللي هي المواد الخام اللي انت بتجيبها من الطبيعة بقى، اللي هي اصلا محدش جه ناحيتها قبل كده، لسه بقى اول مرة هناخدها ونصنع منها. الطلب عليها هيحصل فيه ايه لو انت ما استخدمتش عملية اعادة التصنيع؟ اكيد الديماند على المواد الخام لو انت ما رحتش تعمل اعادة تدوير طبعا we increase، هنزود الطلب على المواد الخام بتاعت الطبيعة لو ما عملناش اعادة تدوير. The opposite of minimize. ما هي minimize معناها يقلل، يبقى عكسها maximize يضاعف او يزود. It احنا قلنا عايدة على مين؟ recycling. Energy can be from some recycled materials. طبعا الطاقة يمكن ان تنتج من بعض المواد المعاد تدويرها، يبقى produced. Recycling leads to dots of pollution. إعادة التدوير تؤدي إلى تقليل التلوث، يبقى reduction جاي من reduce اللي هو تقليل التلوث. طيب هنا بقى شباب عندنا الإيسي بكتابة المقال ده اسمه الفالنتيري ورك، العمل التطوعي. تعالى ما نقراه مع بعض، ازاي نكتب إيسي من 150 words عن الفالنتيري ورك اللي هو العمل التطوعي. فبقول what's volunteer work؟ بدأ المقدمة بسؤال وده يعتبر excitement، إثارة. ما هو العمل التطوعي؟ قال لك simply voluntary work is work that you do for free. هو العمل اللي انت بتعمله ببلاش. You don't expect or ask to be paid money or anything else for doing it. انت مش بتطلب فلوس ولا بتتوقع مقابل لما بتعمل العمل ال voluntary work. It's a type of help to the whole society or a certain group of people in society. ده نوع من انواع المساعدة اللي الشخص بيقدمها للمجتمع. يبقى انت كده الانترو بتاعتك عبارة عن ما هو العمل التطوعي. Voluntary work has always been very important. There are a lot of problems and challenges that face the society. هنا بقى هنتكلم في الديتيلز، ان العمل التطوعي يعتبر مهم جدا. في مشاكل، في تحديات بتواجه المجتمع. The government can't face all these problems and challenges without the people's help. الحكومة لوحدها ما تقدرش تواجه كل هذه المشاكل والتحديات بدون مساعدة الناس. We can say that the volunteering role is complementary to that of the government. نقدر نقول ان الدور التطوعي is complementary، هو مكمل to that of the government، لدور الحكومة. Why can people volunteer؟ طيب الناس تقدر تتطوع بيه؟ Most people would say money. معظم الناس يقول لك احنا بنتبرع بالفلوس. That's not an accurate answer. Money is a donation, not volunteering. قال لك الإجابة مش دقيقة، لأن الفلوس تعتبر donation، تبرع، وليس تطوع. إزاي؟ Volunteering is merely taking part in doing something useful or necessary for the society or the people living in it. التطوع مش ان انت تدي لحد فلوس، ده اسمه donation، ده اسمه تبرع. التطوع ان انت تشارك في حاجة تعملها يعني مفيدة او ضرورية عشان المجتمع او الناس اللي عايشين في المجتمع. Those who volunteer have enough time and experience with which they can help. طبعا الناس اللي بتتطوع بيبقى عندها وقت كفاية وخبرة في اللي هم بيساعدوا فيه. Volunteer work is very important، مهم جدا.
It helps us with difficult problems. It creates a type of unity and strengthens in society. طبعا بيحل المشاكل الصعبة وبيخلق جو من الاتحاد والقوة في المجتمع. If you haven't volunteered so far, you had better try now. لو انت ما شخص ما تطوعتش قبل كده افضل لك تجرب التطوع. طيب هنا بيقول لك write an essay of about 150 words on the following topic. Traveling is a useful and enjoyable hobby. السفر هو هواية ممتعة وفي نفس الوقت مفيدة. Write about a place you have enjoyed visiting and another place you want to visit in the future. اكتب لي essay عن مكان انت زرته واستمتعت بيه ومكان نفسك تزوره في المستقبل. Give your reasons for both of them. ودي اسبابك. تعالوا الشباب مع بعض نكتبه ونشوف هيبقى عامل ازاي. هنا بيقول traveling is not just a way to see new places but also a way to gain new experiences and joy. بدأنا بنتكلم بشكل عام عن السفر. السفر هو عبارة عن هو مش بس طريقة ان انت تزور اماكن جديدة ولكن هو طريقة برضك بتكسب بيها خبرات وبتكسب بيها متعة. It allows us to explore different cultures. بيسمح لنا ان احنا نستكشف ثقافات مختلفة. Try new foods and make lasting memories. بنجرب اكل جديد وبنعمل ذكريات دائمة. In this essay I will talk about a place I have enjoyed visiting and another place I hope to visit in the future. هتكلم لكم هنا عن حاجتين. مكان انا زرته واستمتعت بيه ومكان تاني نفسي ازوره في المستقبل. هنا طبعا هيبدأ بقى يقسم الشغل بتاعه ويقول في الفقرة هنا هذه الفقرة الثانية وهذه الخاتمة. هيتكلم هنا عن مكان بقى ال one place I have enjoyed visiting is Paris France. باريس في فرنسا. هنا الباراجراف الثاني بيتكلم على المكان بقى الثاني اللي عايز يزوره في المستقبل اللي هو كيوتو in Japan. هنا نرجع للفقرة وبعدين هيختم بقى بال in conclusion الفقرة الأخيرة الخاتمة. هنا بيقول the city is famous for its beautiful عن باريس بقى landmarks such as the Eiffel Tower and the Louvre Museum. I loved walking along the Seine River and exploring the charming streets, the delicious French food, especially croissants and pastries, made the trip even more enjoyable. Paris's rich history, يعني تاريخ باريس الغني, and culture made it a memorable experience. خلى الموضوع بالنسبة لي ذكرى لا تنسى. فطبعا هنا قال لك ان فيها ايفل تاور برج ايفل ومتحف اللوفر واحب يمشي على طول نهر النص نهر السين هناك في فرنسا. الاكل الفرنسي الناس الودوده الطعام اللذيذ تمام وتاريخ وثقافه باريس الغنيه اللي خلت من الرحله تجربه لا تنسى. الباراجراف رقم 3 بيقول لك انذر بليس مكان اخر اي وانت تو فيزيت ان ذا فيوتشر از كيوتو. مكان تاني عايز ازوره في المستقبل هو كيوتو. ده فين في اليابان. I am fascinated by its traditional. بتقول بقى اي حاجات بقى. انا مبهور كلمة fascinated يعني مبهور او منبهر. It's a traditional temples بالمعابد التقليدية بتاعتهم. The beautiful gardens الحدائق الجميلة and serene atmosphere اللي هو ال quiet atmosphere الهادئ او ال peaceful atmosphere المسالم. الجو عندهم الهادئ والمسالم. كيوتو is known for its stunning cherry blossoms يعني ممكن تقول is known for its trees معروفة بالأشجار بتاعتها وظهور الكارز أو أشجار الكارز الرائعة أو المدهشة اللي هي stunning اللي هي المذهلة. cherry blossoms يعني أشجار اسمه نبات اسمه الكارز. In spring في الربيع فممكن تغير الكلام ده تقول كيوتو is known for its trees or beautiful trees in spring في الربيع. And its rich cultural heritage وتراثها الثقافي الغني. I am excited to explore the historic temples and try Japanese tea ceremonies. أنا فرحان جدا أو عندي رغبة شديدة إن أنا أستكشف المعابد التاريخية وأجرب الشاي الياباني أو مراسم الشاي الياباني. The combination of natural beauty and cultural experiences يعني الخليط أو المركب بتاع أو مجموع البيئة الطبيعية مع التجارب أو الخبرات الثقافية makes Kyoto a top destination بيخلي كيوتو وجهة كبيرة جدا أو رائعة جدا
on my travel list في الليستة بتاعت السفريات بتاعتي. In conclusion, في الخاتمة, traveling to places like Paris has been a joyful experience and I look forward to exploring Kyoto for its unique cultural and natural attractions. في الخاتمة حابب أقول لكم إن سفري إلى أماكن زي باريس كان رائع أو كانت تجربة ممتعة, وتطلعي إلى إن أنا أزور كيودو واستكشف أماكنها بسبب ثقافتها الفريدة ومناطق الجذب الطبيعية, ده أنا بتطلع إليه. فالراجل هو زي ما أنت شايف اتكلم عن السفر وفوائده والهدف منه, واتكلم عن مكان زاره واستمتع به اللي هو باريس, واتكلم عن مكان نفسه يزوره ويستمتع به اللي هو كيودو إن جابان. ما تنساش إن الإساية هو متقسم إلى أدي فقرة, أدي فقرتين, أدي ثلاثة, أدي أربعة. الأولى والأخيرة ديت الانترودكشن المقدمة والكنكلوجن الخاتمة. التاني والتالت دول البادي اللي هو الشرح بالتفصيل, فقرة شرح فيها عن زيارته لباريس اللي استمتع بيها, وفقرة اتكلم فيها عن تطلعه إلى زيارة كيوتو الأماكن المكان اللي نفسه يزور. فالتقسيمة مقدمة اتكلم بشكل عام عن السفر وفائدته وهو يعني ايه السفر وهيتكلم عن ايه في الإيسي, وبعدين هنا الشرح نفسه الموضوع نفسه رحلته لباريس وتطلعه لزيارة كيوتو في اليابان, والخاتمة اللي هو تلخيص ما سبق. ده يا شباب طريقة كتابة الإيسي بشكل عام. يعني ننتقل بعد كده شباب إلى الجزء الخاص بالترانسليشن, وزي ما قلت لكم أنا بركز دايما على أسئلة امتحانات السابقة, وبركز دايما على دماغ الراجل اللي بيحط الامتحانات, دايما بشوفه بيجيب منين وجاب ايه وهيجيب ايه. تمام, فيلا بينا. أسيوت 2024 بقولك sports protect people especially the youth from many social and psychological diseases. يبقى الرياضة دي sports, الرياضة اللي بنمارسها أمانة, الرياضيات ديت الماث دي مادة رياضية أو مادة دراسية. تمام, طبعا تحمي الرياضة الناس وخصوصا the youth الشباب مش الكهول. تمام, من الكثير من الأمراض السوشيال والسايكولوجيكال, يبقى الأمراض الاجتماعية والنفسية مش العصبية, يبقى الإجابة تبقى رقم C يا شباب, لأن السوشيال اجتماعية سايكولوجيكال نفسية, يبقى الإجابة تبقى رقم C. Practicing activities at school is important, such activities help students learn some values like cooperation, respect for others, self-confidence and perseverance. أول حاجة طبعا ممارسة الأنشطة في المدرسة مهم. Such activities الأنشطة دي بتساعد الطلاب تتعلم values قيم. زي إيه القيم ديت؟ cooperation التعاون, respect الاحترام للآخرين, self-confidence الثقة بالنفس, and perseverance اللي هو المثابرة. فطبعا هنا الصيانة دي غلط, لأن كلمة perseverance معناها المثابرة اللي هو الإصرار يعني, فدي غلط. مشاهدة لا, لأن كلمة practicing يعني ممارسة, يبقى كلمة مشاهدة غلط. أمر هام ولا أمر غير ذي شأن, قالك it's important, يبقى كلمة غير ذي شأن دي غلط, يبقى الإجابة تبقى رقم A. It's certain that you know that ecotourism is a type of tourism that pays great attention to the environment. كلمة it's certain من المؤكد انك تعرف ان الايكوتوريزم السياحة البيئية is a type of tourism, هي نوع من انواع السياحة that pays great attention بتهتم بشكل كبير بالبيئة, مش بالمال بقى. تمام, تهتم بالبيئة بشكل كبير مش الى حد ما. تمام, من المؤكد انك تعلم ان السياحة المستدامة ولا البيئية, الايكوتوريزم السياحة البيئية, اما كلمة مستدامة يعني sustainable, يبقى دي برضه غلط, يبقى الاجابة تبقى رقم دي يا شباب, الإجابة رقم دي. هنا بيقول تعتبر, هنترجم بقى from Arabic into English, ركز معي. تعتبر السياحة البيئية مصدرا مباشرا من مصادر الدخل القومي في مصر, فمصر تمتلك الكثير من الأماكن الطبيعية المعزولة التي يرغب السياح في زيارتها. يبقى ecotourism اهي, ركز معي, كله ecotourism is considered a direct source, مصدر مباشر, direct indirect غير مباشر, يبقى دي كده out. Of international income, الدخل القومي ده دخل دولي, يبقى احنا عايزين local income او national income, الدخل القومي. يبقى انت عندك B أو C. Ecotourism is considered a direct source of national income, ده الدخل القومي يا جماعة. In Egypt, as Egypt has plenty of isolated artificial places, إن أماكن
قال لك طبيعية. كلمة artificial بمعنى أماكن صناعية، فدي برضك out، فهتطلع لي بي هنختار اللي هي natural places that tourists desire to visit، اللي السياح بيرغبوا في زيارتها. يبقى الإجابة بتاعتنا تبقى رقم C يا شباب. مما لا شك فيه أن للتلوث أثر سيئة على البيئة، سواء كان ذلك للإنسان أو الحيوان أو النبات، دي برضك جت في أسيوط 2024. مما لا شك فيه كلمة اسمها doubtless، يبقى doubtless كلمة معناها كده على بعضها مما لا شك فيه. قال لك التلوث يبقى pollution has a nice effects، يا عم بقول لك آثار سيئة مش آثار لطيفة، يبقى دي كده out. يبقى doubtless pollution has bad effects on the environment، على البيئة. weather، ركز بقى معايا في كلمة weather، سواء، يبقى weather دي معناها سواء، أما أنا weather دي كلمة معناها الطقس، هي شبهها آه، بس كلمة سواء weather اللي هي WH زي دي كده شباب أو دي، فكده دي برضك out، فيا بي يا دي. قال لك doubtless pollution has bad affection، يا عم affection دي معناها عاطفة، احنا عايزين كلمة آثار اللي هي effects، آثار سيئة، يبقى دي برضك out، يبقى الإجابة تبقى رقم دي. إن ممارسة الرياضة تمكننا من مقاومة الأمراض والتمتع بحياة سعيدة، ولقد أثبتت أحدث الدراسات أن الشخص الرياضي تكون لديه القدرة على العمل فترات طويلة دون تعب أو ملل. يبقى doing sport makes us enable، ركز بقى معايا، يجعلنا، كلمة enable يمكن، يبقى تجعلنا enable يمكن، يبقى كلام غلط، هي doing sport enables us تمكننا، يبقى ديت اه صح. to cure diseases، هنا كلمة cure علاج، هو بيقول لك مقاومة الأمراض مش علاج الأمراض، يبقى cure معناها علاج، يبقى الكلام ده غلط، يبقى احنا عايزين كلمة resist مقاومة الأمراض. يبقى practicing sports برضك doing صح و practice صح. enables us to resist diseases and enjoy a happy life. the latest studies، آخر الدراسات، have proven that an athlete has the ability to work for long periods without fatigue or boredom. طب هنا قال لك practicing sport enable، ركز بقى معايا، هنا enables فيها اس وهنا enable من غير اس. قال لك practicing sport ممارسة الرياضة ده شيء واحد مفرد، فعايزين الاس بتاعت الفعل، اما ان الفعل ده بيبقى عايز فعل قبله جمع، يبقى الكلام ده هنا غلط، يبقى الاجابه تبقى رقم سي. فده معناه يا شباب ان في مهم جدا ان انت تكون فاهم الجرامر البسيط وانت بتترجم، لان الفعل بنضيف له اس مع الهي والشي والات والمفرد، وبنشيل الاس في حاله الاي واليو والوي والذي والبلورال اللي هو الجمع، فخلي بالك من الحاجات دي مهمه جدا. ننتقل بقى اسئله الفائقين اللي هي هتيجي للكل، ولكن هي الاسئله ديت مستواها عالي فلازم كل الطلبه تفهمها، فلو فهمتها فبقيت من المتفوقين ان شاء الله. يلا بينا. هنا طبعا الاسئله ديت يا جماعه بتيجي في الامتحانات وبتزعل الناس، فانت لازم تكون متدرب على كل الانواع، الانواع العاديه والانواع بتاعه اللي هي المستويات العليا. فكل مره وكل يونت بناخد حوالي 10 اسئله، مش حوار يعني، فلكن بيفرق معاك عشان ما تزعلش في امتحانات اخر السنه، وخصوصا في مرحله ثالثه ثانوي اللي هي بتفرق معاك الدرجه في مستقبلك او في مصيرك. يلا بينا. اول سؤال بيقول never interrupt us while the meeting is in progress، اوعى تقاطعنا والاجتماع شغال. يبقى كلمه شغال يعني in progress، متقدم او شغال او بيحصل، فبسميها in progress. كلمه progress بس معناها تقدم، تمام. يقول لك مثلا ايه، احنا لازم نساعد ان بلدنا في تقدم بلدنا، we should help in the progress of our country. اما انا كلمه in progress معناها ايه، الدرس او الاجتماع شغال، يعني المدير بيتكلم وده بيتكلم وده بيتناقش، فما تقطعناش بقى والدنيا شغاله، كلمه in progress. number 2 the air water and the land on earth which is affected by man's activities، طبعا ده الهواء والميه والارض والتراب والتربه والكوكب الارض، دي كل ده اللي بتتاثر بيه انشطه الانسان، دي البيئه. طب ما في كلمه environment وفي the environment. بص كلمه the environment البيئه المعروفه اللي كلنا بنشترك فيها، اللي هي الميه والهواء والحاجات دي، فهي عشان خاطر حاجه واحده ومعروفه وكلنا بنشترك بيها فبنقول the environment. اما انا environment اللي من غير ده، تمشي البيئه الطبيعيه اللي بنشترك فيها وتمشي بيئه العمل، بيئه الشغل، بيئه المذاكره، فهي البيئه اللي كلنا بنشترك فيها اللي هي واحده بس وكل الناس عايشه ومحاطه بيها اسمها the environment. thoughts in one thoughts الافكار in on me
and I found it impossible to sleep. بص بقى الأفكار اتزحمت على دماغي ومش عارف أنام. يبقى الأفكار بتطاردني. يبقى نقول crowded in on me. يعني الأفكار تزاحمت بداخلي. يعني عمال أفكر كتير من زحمتها مش عارف أنام. Question number four. My granddad. جده sat in his armchair. قاعد على الكرسي بتاع اللي هو بدراع ده. And before leaning his stick against the wall. يعني against the wall. قبل ما يسند العصاية بتاعته على الحيطة. يبقى كلمة lean اللي هو معناه يسند او lean out يسند عشان يبص من بلكونة او شباك او كوبري. يبقى هنا بيسند عصايته على الحيطة وقاعد على الكرسي. يبقى كلمة leaning. He always adds to our journeys with his funny comments. هو دايما بيضيف مرح للرحلة بتعليقاته المضحكة. يبقى هنا انا مفيش اكل بضيف عليه توابل. يبقى مفيش spices يا جماعة. يبقى هنا بيتكلم على المرح اللي هو spice. يبقى كلمة spices دي التوابل اللي بتتحط على الأكل. أما أنا spice معناه المرح اللي الراجل ده بالتعليقات بتاعته وهزاره والنكت بتاعته بيضيف مرح ومتعة للرحلة. ندخل بعد كده على الجرامر. الأسئلة بتاعت المتفوقين الخاصة بالجرامر. أول سؤال معايا بيقول That's my arrival home. I saw that no one was there. عند وصولي للبيت. أولا while عايزة ING أو عايزة جملة ماضي مستمر. والآز عايزة ماضي مستمر. هنا اسم بس الارايفل الوصول فعل منقطع. يعني عند وصولي انت وصلت كم مره؟ مره واحده فما فيش استمرار. يبقى during بيجي بعدها ناون اه بس من شيء يكون مستمر. ده مش مستمر يبقى نختار اون. فهمت يا اولاد؟ انا بقول عند وصولي. طب ليه ما قلتش during؟ اصل يا مستر during بيجي بعدها ناون. ايوه ما هو الناون ده لازم يكون مثلا من شيء بياخد مده. يعني مثلا الوصول ده بياخد مده؟ لا انت بتوصل مره واحده فما ينفعش اقول during. انا بقول مثلا during the meal اثناء الوجبه. حضرتك بتقعد في الوجبه بتاخد مده تاكل. during the match اثناء الماتش. الماتش بياخد مده. during the film الفيلم بياخد مده. فلازم الاسم اللي بيجي بعد during يكون من حاجه بتستغرق مده. اما انا الحاجه اللي بتحصل مره واحده من غير مده دي بتاخد معاها on. هنا بيقول holiday اثناء الاجازه. طب ما انا كان ممكن اقول during holiday. قال لك بس during ما بتجيش مع حرف جر. يبقى عشان تختار حاجه بتساوي during مع حرف جر بتستخدم while. ازاي يا مستر؟ يبقى while on الاون ده يخص holiday. يبقى بنقول ايه القاعده؟ ان while هي اللي بيجي بعدها حرف جر. حرف الجر ده بقى بيكون مناسب للكلمه. يعني مثلا in Paris يبقى while in Paris. holiday while on holiday. home while at home. وصلت الفكرة؟ يبقى while مع حرف جر بتستخدم بدل during. يبقى أنا ما ينفعش استخدم during مع حرف جر. أنا ممكن أقول during the holiday. يبقى نختار while on. تمام؟ و just as و as بيساوي while في وجود جملة ماضي مستمر بس. My elder brother watching a movie on his computer last night. ركز بقى معايا. last night يعني إيه يا مستر؟ ليلة امبارح. يبقى ده حدث تم في الماضي وانتهى. يبقى هنقول enjoyed. ليه يا مستر؟ قال دي مش عادة يا جماعة ده حدث. العادة هستخدم فيها used to أو would. العادة هستخدم فيها used to أو would. ده مش عادة يا جماعة. الراجل استمتع بمشاهدة الفيلم امبارح. ده حدث واحد تم فين في الماضي. يبقى مش عادة. وهنا طبعا الفعل ده استمتع مش كان عمال يستمتع. لأن ده فعل حالة. ففعل الحالة ما بيجيش في الماضي المستمر. Don't open the door until I tell you. ما تفتحش الباب حتى أخبرك. يبقى أنت عندك هنا رابط أي حاجة بقى بنستخدم بعده مضارع بسيط اللي هو الـ present simple أو للتخيير. يعني يا ده يا ده مضارع تام. إذا كان هنا في أمر أو طلب أو نهي أو نصيحة أو عرض أو مستقبل. حضرتك بقى عندك عرض، أمر، طلب، نهي، نصيحة، مستقبل، وفي رابط بعدهم هتستخدم بعد الرابط ده مضارع بسيط. ده نهي أهو يا شباب. ده نهي. Don't open the door until. يبقى ده نهي، يبقى الرابط بعده مضارع بسيط. يبقى tell you أو مضارع تام. طبعًا ده ماضي تام، خلي بالك. المضارع التام I have told you. ومش هجيب لك الاثنين لأن الاثنين متساويين. طيب هنا بيقول to a hospital in the ambulance the injured man was put on a ventilator. هنا بيقول لك أثناء
وكلمة تيك يأخذ، والجملة التانية the injured man، هو الرجل المصاب ده أخذ ولا أخذ؟ تمام. يبقى أثناء أخذه للمستشفى الراجل المصاب اتحط على فنتليتور، جهاز تنفس صناعي، في نفس الوقت اللي احنا اخدينه فيه للمستشفى. بس هنا ما قالش احنا، هو قال هو. يبقى الجملة هنا تعتبر باسيف، لان هو هنا بدأ في الجملة التانية بالمفعول، لان هو الراجل ده اخذ مش اخذ، فهنستخدم وايل. لو ما فيش فعل بنستخدم اي ان جي، بس هنا لو جملة معلوم تمام، ودي برضك معلوم، فهنقول بقى وايل بين تيكن، اثناء مكان مأخوذ الى المستشفى الرجل المصاب اتحط على الفنتليتور. فطبعا وايل بيجي بعدها لو ما جاش الفعل اي ان جي، تمام. في المعلوم، في المجهول بقى هنستخدم بينج والتصريف التالت. يبقى حاله عدم وجود فعل بعد وايل حالتين، اي ان جي لو معلوم، يعني الجمله الثانيه تكون بادئه بالفعل، تمام، او لو ما فيش بقى هنا سبجكت بنستخدم اي ان جي بس بالشكل ده بينج، والتصريف التالت لو الجمله الثانيه بدأ بالأبجكت اللي هي المفعول. فلأن الانجرد مان الراجل المصاب هو اللي أخذ، فهنقول أثناء ما كان متاخد إلى المستشفى المصاب كان محطوط على جهاز الفنتليتور اللي هو جهاز التنفس الصناعي. كده الحمد لله رب العالمين خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويا رب نكون وفقنا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. مش عايزين الفيديو ده يقف عندك، الناس الأبطال اللي خلصوا معايا الفيديو شير الفيديو ده عشان غيرك يستفيد بيه، وعشان القناة تقدر تستمر. فالإفادة الكل هيستفيد. انت شايف احنا بنتعامل معاك قد ايه، وكل بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فربنا مش هيرضى طبعا ان المجهود ده يكون عند طالب او اتنين، لا، احنا عايزين كل طلبة الجمهورية اللي محتاجة يوصل لها ده، ومش هيوصل لها غير لما احنا نكون ايجابيين ونشارك المحتوى الايجابي ده مع الناس. فسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في فيديو جديد. بحبك في الله مستر محمد الجلاد. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.